اول مره في المغرب هي التقنيه ديال الحفاظ على الانسجه سواء المبيض او لا الخصيه بالنسبه للرجل. فهاد التقنيه ولات موجوده و 25 سبتمبر اللي فات استفدت منها واحد سيده صغيره في السن عندها 18 سنه جاها واحد الورم في الدماغ واستؤصل بنجاح وكانت غتخضع من بعد دواء كيميائي واشعاعي واللي غيكون سام على الجهاز التناسلي ديالها. فتقرر نديروا لها الطريقه ديال سحب البويضه ديالها سحب باردون المبيض. فهاد العمليه تمت مع لي كوليك ديالنا في الدار البيضاء سبب استئصال هاد المبيض وجا عن طريق وسائل النقل على 4 ديال درجه وصل للمختبر هنا في الرباط ديال المساعده الطبيه الانجاب اللي كنشتغل فيه. وملي جا دونك كنحبطوا داك لو كورت القشره ديال المبيض كنقسموها لجزيئات صغيره ومن بعد كنديروا معها داك الميليو ديال التجميد وكتخضع لعمليه التجميد في لاباري ديال التجميد ومن بعد كنخزنوا في ناقص 196 درجه. فعمليه الاستئصال سهله كدار عبر المنظار وكتخرج تقدر تخرج السيده في نفس النهار. ومن بعد ملي السيده كتبرى وكتبغي يكون عندها واحد البروجي ديال الحمل كنعاود يتزرع لها داك كنعاود اون ديكونجيل داك لي جزيئات وعاوتاني كيزرعوهم لها في المبيض. ممكن تبقى 10 سنين 20 عام 30 عام ما كاين حتى مشكل. عندنا تجارب مع الحيوانات المنويه اللي تجمدات اكثر من 30 عام وعاود اون لا ديكونجلي واستعملت وحصل بها حمل وولاده. اول نيسونس ولاده بهاد التقنيه في 2004 في ليكيب ديال البروفيسور دونيز في بلجيكا 2004. ومن بعد دابا عبر العالم عندنا اكثر من 300 طفل اللي تولد بهذه الطريقه ونسبه النجاح هي تقريبا 30% بصفه طبيعيه على وداش بي كنزرعوهم كيمكن تولد بصفه طبيعيه ولا 20% الا احتاجت المساعده الطبيه الانجاب لكن الحي المنوي فيه شي مشكل. دونك هذه هو النتيجه. هذه اللي مهمه بزاف عند الطفله اللي مازال ما وصلت البلوغ سي هي الطريقه الوحيده. علاش؟ على الطريقه البنيزه اللي ما بلغاتش ولا الوليد مازال ما عندهم لا الوليد الحيوانات المنويه لا البنيته ما عندهاش الدوره الشهريه. فلا كان عندهم مرض سرطاني ويحتاجوا الدواء تري توكسيك سام بزاف الطريقه الوحيده هي نجمدوا لهم النسيج ديالهم. التكلفه بالنسبه للادويه الشيميائيه واللي كتاخذها السيده زعما ما كثيراش بزاف. بالنسبه للاكت ديال العمليات المنظار تقريبا واحد 6000 درهم على واحد كا 80 كيديروها. وبالنسبه للمختبر يكون تقريبا نفس الشيء. فرحت بزاف على وداش كنت دائما كنقول داك البنيتات الصغار اللي كيجيوهم دي كونسير زعما مساكن كيتعاقبوا بهذا المرض الخطير وعاوتاني ما يقدروش يكون عندهم لا يديروا اسره ويكون عندهم. فلذلك دابا زعما بالنسبه لهاد الاطفال كلهم اللي مازال واصلين للبلوغ غنقدروا بعدا نحافظوا لهم على كاين امل. وباش تعرفوا اصغر طفله عبر العالم اللي درنا المحافظه على المبيض ديالها عندها 3 اشهر